11 12. ممكن طالب يحكي لي مس هي رسمت لك انا 12 مربع هيهم بالعرض، كم مربع هون؟ واحد. وكم مربع هيك؟ 12. اذا اول عامل، اول عوامل 12، 12 في واحد، هي اول عوامل 12. يجي طالب ثاني بحكي لي مس انا بدي الون لك اياهم في الطول، هي واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12. إذا هي 12 مربع كمان بالطول، سواء رسمت لي إياهم هيك أو هيك الطريقتين صحيحات. إذا هذا هون 12، هون مربع واحد في 12، إذا هاي أول عوامل ال 12. ممكن طالب ثاني يحكي لي بس أنا ما بدي أرسمهم 12 عمودي، ممكن أرسم 6 و6 بجنب بعض، إذا ممكن يرسم لي 6 ب6 هي 2، 4، 6، 6. صح؟ إذا هذولا عبارة عن كم من مربع؟ هي واحد، هي اثنين، ثلاث، أربع، خمسة، ستة. هو رسم بهاي الطريقة عبارة عن 6 مربعات. نكمل، 7 8 9 10 11 12، 6 مربعات مع 6 مربعات صاروا 12. كم مربع هون؟ 2، 1 2 3 4 5 6، 6. إذا ثاني العوامل 2 في 6. ممكن طالب بيحكي لي بس أنا ما بدي أرسم بهاي الطريقة، أنا إجت ببالي طريقة ثانية اللي هي بدي أرسم واحد، أظل 3 مربعات، 2 3 مع 1 2 3، 1 2 3، هي 3 3 6، 9، 1 2 3. إذا هي المربعات اللي أنا ضللتهم يا مس، 1 2 3 4، 4 في 1 2 3 في 3. إذا رابع هاي العوامل 4 في 3. إذا عوامل العدد 12 عبارة عن 1 مع 12، كمان عبارة عن 6 في 2، وكمان عبارة عن 3 في 4. هيك أنا بكون أوجدت عوامل ال 12 عن طريق الشبكات، هاي الطريقة تسمى طريقة الشبكات. تمام يا رابع؟ إذا هاي الطريقة ماذا تسمى؟ تسمى طريقة الشبكات.